بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبدأ نشرح مع بعض ليسون 3. ليسون 3 يا شباب بيتكلم عن الروكس اند مينرالز، يعني الصخور والمعادن. روكس اند مينرالز يعني الصخور والمعادن. شوية يا شباب هتحسوا ان الليسون دوت قلب على دراسات شوية، وهتلاقوا فيه شوية معلومات ممكن تكونوا خدتوها في الدراسات وممكن تكونوا لسه هتاخدوها في الدراسات، فعايزكم تبقوا مستعدين لحلقة النهارده. ليتس جو يا شباب، يلا بينا بسرعه نروح لحلقه النهارده ونشوف هناخد ايه. يلا بينا. طبعا يا شباب احنا زي ما اتفقنا ليسون 3 بيتكلم عن الروكس اند مينرالز، يعني الصخور والمعادن. الصخور والمعادن، تمام كده؟ وعشان نتكلم عن الروكس اند مينرالز يا شباب لازم نتكلم عن الايرثز لاير، طبقات الارض. فاكرين هما كانوا كام طبقه؟ قال لي ذا ايرث كونسيستس اوف 3 لايرز، يعني الارض مكونه من 3 طبقات. احنا عايزين ندرس منهم الاوتر لير، الطبقه الخارجيه اللي كانت اسمها ايه؟ ذا ايرثز كراست، القشره الارضيه، تمام كده؟ طب ايه هي الكومبوننتس، مكونات الايرثز كراست، القشره الارضيه دي؟ قال لي السويل اللي هي التربه اللي انت بتزرع فيها، والسوليد بيزس اللي هو الاساس المتين او الجزء الصلب من القشره الارضيه. اتفقنا كده؟ يبقى تاني سويل وسوليد بيزس. مين هي السويل ومين هو السوليد بيزس؟ قال لي السويل it is fragmented and loose، التربة دي حاجة fragmented مجزأة and loose مفككة، يعني طبقة التراب أو الطين اللي موجودة على الوش دي طبقة مفككة و fragmented يعني مجزأة، لو مسكت قطعة طين في ايديك وفركتها في ايديك هتتفتفت بسهولة. قال لي كمان it is a thin layer، الطبقة بتاعت السويل دي بتكون رقيقة، طبقة رفيعة. و consists of mixture، مكونة من خليط من المينرال substances، المواد المعدنية، water مية، air هواء، decayed organic materials مواد عضوية محللة، and plant roots وكمان جذور النباتات. طب لو جيت سألتك على الديفينيشن بتاع السويل هتقولي ايه؟ it is a thin non-compacted or loose layer، هي طبقة رقيقة مفككة، which covers the earth's crust اللي بتغطي القشرة الأرضية. اتفقنا؟ طب مين هو solid basis، الأساس المتين ده؟ قال لي it consists of different types of rocks، دي جزء من القشرة الأرضية مكون من مجموعة مختلفة من الصخور. تمام يا شباب؟ طب give reason ليه ال plant roots جذور النباتات extend easily through the upper part of the earth's crust، بيمتد بسهولة في الطبقة العليا من القشرة الأرضية. أقول له because the upper part is fragmented and loose، لأن الطبقة العليا اللي هي السويل دي طبقة مجزأة ومفككة، فسهل إن الجذور تمتد فيها. تمام كده؟ طيب ليه ال plant roots can't extend through the lower part، ما بتمتدش، يعني جذور النباتات ما بتمتدش في اللور بارت الجزء السفلي؟ هقول له لأن اللور بارت is solid material، مادة صلبة، that consists of different types of rocks، بتتكون من انواع مختلفه من الصخور، فالجذور بتاعت النباتات مش هتقدر تزق الصخور دي وتتفرع ما بينها. صح كده يا شباب؟ جميل جدا، تعالوا بينا نكمل. طيب بما ان احنا هنتكلم عن الروكس فانا لازم اعرف التايبز اوف روكس، انواع الصخور. امشي معايا كده واحده واحده واحفظ السكيماتيك دايجرام او المايند ماب، الخريطه الذهنيه اللي هرسمها لك دلوقتي، احفظها في مخك كويس جدا. قال لي اول حاجه عندنا ايجنيس روكس، الصخور الناريه، ودي بتتقسم لنوعين، بلوتونيك ايجنيوس روكس اللي هو زي الجرانيت، وفولكانيك ايجنيوس روكس اللي هو زي البازلت. عندنا سيديمنتري روكس زي الساندستون واللايمستون، وعندنا ميتامورفيك روكس زي الماربل. اتفقنا؟ طيب بعد ما عرفنا اساميهم يا شباب تعالوا نترجمهم مع بعض. ايجنيوس روكس اللي هي الصخور الناريه، ودي بتتقسم لنوعين، بلوتونيك ايجنيوس روكس، صخور نارية بلوتونية زي الجرانيت، وعندنا فولكانيك إيجنيوس روكس اللي هي صخور نارية بركانية، ودي زي البازلت. أما السيديمنتري روكس فهي الصخور الرسوبية، ودي في منها نوعين، ساندستون صخور رملية، ولايمستون صخور جيرية. أما الميتامورفيك روكس فهي الصخور المتحولة، ودي الإكزامبل بتاعها الماربل اللي هو الرخام. عارفين الرخام؟ الرخامة بتاعت المطبخ هي مصنوعة من الميتامورفيك روكس، الصخور المتحولة. اتفقنا كده يا شباب؟ مفروض ان احنا هناخد كل نوع من الثلاث انواع دول بالديتيلز بتاعتهم
بكل التفاصيل الخاصه بيهم. تعالوا نبدا بالإيجنيوس روكس، الصخور النارية. باينة من اسمها صخور نارية، يبقى أكيد جاية من بركان، صح كده؟ بيقول لي لازم تعرف شوية حاجات كده عن الصخور النارية وإزاي بتتكون وعن البركان نفسه، تمام؟ قال لي في حاجة في البركان اسمها ماجما. مين الماجما دي؟ قال لي it is a very hot thick أو viscous liquid، هو سائل سخن جداً وسميك او فيسكس يعني لزج. underneath the earth's crust، موجود تحت القشرة الارضية. يعني كل المولتن ماتيريالز، المواد الزائبة او المنصهرة اللي في باطن الارض، حديد، نيكل، نحاس، ذهب، فضة، كل المعادن المنصهرة في باطن الارض دي، طالما هي لسه تحت الارض اسمها ماجما، وبتكون very hot، سخنة جدا، and thick or viscous، وتخينة او لزجة زي الجل كده مثلا. اما بقى الماجما دي لو طلعت على سطح الارض فبيتغير اسمها من ماجما وبنسميها لافا. بنسميها ايه؟ لافا. مين هي اللافا؟ قال لي it is the magma، هي الماجما. when it reaches the earth's surface، الماجما لما بتوصل لسطح الارض بنسميها لافا. طب وبعدين الصخور النارية هتيجي امتى ولا هتتكون ازاي؟ قال لي الايجنيس روكس، الصخور النارية دي بقى they are rocks، هي الصخور. formed، اللي اتكونت by the solidification، عن طريق التجمد of magma، بتاع الماجما underneath the earth's crust، تحت الارض، او اللافا on the earth's surface. يعني الماجما لو اتجمدت تحت الارض هتكون igneous rocks، واللافا لو اتجمدت فوق الارض برضو هتكون igneous rocks. اتفقنا كده يا شباب؟ معايا؟ تمام. اللي هي الحمم البركانية، يعني الماجما واللافا دي اللي هي الحمم البركانية. اتفقنا؟ ودلوقتي يا شباب تعالوا بينا نتعرف على two types of igneous rocks، انواع الصخور النارية. احنا اتفقنا ان الigneous rocks can be divided according to the place of their formation، ان هي هتتقسم على حسب مكان تكوينها، in proportion to the earth's surface، في سطح الكرة الارضية، وهتتقسم لtwo divisions، لقسمين او مجموعتين. النوع الاول هنسميه plutonic rocks، يعني صخور بلوتونية زي دي كده. والنوع التاني اسمه surface or volcanic rocks، صخور بركانية. اتفقنا كده؟ فاكرين انتوا لما قلنا من شوية ان الماجما اللي هتتجمد تحت الارض هتكون نوع من الصخور، واللافا اللي هتتكون فوق الارض هتكون نوع تاني من الصخور، صح؟ هم دول two types of igneous rocks، النوعين بتوع الصخور النارية، نوع بيتكون تحت الارض ونوع بيتكون فوق سطح الارض. طيب تعال نشوف كل واحد فيهم بيتكون فين، ويا ترى موجود في المحافظات بتاعتنا في مصر ولا لا. قال لي تعال نبص على الديفرنسز، الاختلافات اللي ما بين البلوتونيك والفولكانيك روكس. البلوتونيك they are rocks that formed inside the earth's crust، بتتكون داخل القشرة الارضية، at great depths، على اعماق كبيرة، where the minerals accumulate، accumulate يعني بتتراكم، حيث أن المعادن بتتراكم، in the form of huge masses، على شكل كتل ضخمة، and cover a wide areas، وبتغطي مناطق كتير. طيب وبعدين قال لي الماجما at the depths of earth's crust get cool slowly، يعني الماجما اللي موجودة على أعماق كبيرة تحت القشرة الأرضية بتبرد ببطء. Therefore، وبالتالي the minerals that form these rocks، عشان كده المعادن اللي بتكون الصخور ديت take long time to crystallize، بتاخد مدة طويلة عشان تتحول إلى كريستالات. وبالشكل ده يبقى احنا كتبنا ال wave formation of plutonic rocks، شكل أو تركيبة ال plutonic rocks، الطريقة اللي بتتكون بيها الصخور البلوتونية. يبقى دي بتتكون inside the earth's crust. طب surface أو الفولكانيك روكس، اللي they are formed over the earth's crust، أو sorry the earth's surface، بتتكون فوق سطح الأرض، where the minerals accumulate، وبرضو المعادن بتتراكم، in the form of a flow of lava، على شكل سريان من اللافا. يعني كأني أنت فاتح إزازة شامبو وبتضغط عليها من النص كده، فبتبتدي تدلق الشامبو دوت على الجنبين بتوع الإزازة،
صح، هي اللافا وهي خارجة من البركان بتنزل على الجنبين بتوع الجبل على شكل فلو، سريان كده، around the two sides of volcano. طب وبعدين اللافا اللي خرجت من البركان ووصلت لسطح الأرض يحصل لها إيه؟ قال لي اللافا cools quickly، بما إنها تعرضت للهواء فهي هتبرد بسرعة. On the surface of the Earth's crust، على سطح الإيه؟ القشرة الأرضية أو على سطح الكرة الأرضية يعني. Therefore، وبالتالي the minerals that form these rocks، المعادن اللي بتكون الصخور دي take short time to crystallize، بتاخد مدة قصيرة عشان تتحول لكريستالات. طب تعال نشوف size of crystals، حجم الكريستالز بتاعت البلوتونيك روكس وبتاعت الفولكانيك روكس. بتاعت البلوتونيك large sized، حجمها كبير لأنها بتتكون في باطن الأرض بكميات كبيرة، أما الفولكانيك روكس فهي حجمها small، صغيرة. البلوتونيك بتكون كورس او رف، خشنه، التكستشر بتاعها الملمس بتاعها بيكون رف او كورس يعني خشنه، اما الفولكانيك بتكون سموث، ناعمه. ودلوقتي هناخد الاكزامبلز اللي على الايجنيس روكس، في نوع البلوتونيك هناخد الاكزامبل بتاعه الجرانيت، وفي نوع تاني اللي هو الفولكانيك هناخد الاكزامبل بتاعه اللي هو البازلت. قال لي تعال نبص على الجرانيت، هتلاقي نوعه بلوتونيك، لونه بينك اور جراي، يا اما وردي يا اما رصاصي، اما البازلت فده فولكانيك روكس وبيكون دارك، لونه غامق. طب الاكزامينيشن الفحص، قال لي الجرانيت باي ذا نيكد اي، بتشوفه بعينيك المجرده، اما البازلت باي مايكروسكوب، عن طريق استخدام الميكروسكوب. طب البليس، المكان، قال لي الجرانيت ات اكزيست، موجود في الايسترن ديزرت، في الصحراء الشرقيه اند سينا بنسويلا اللي هو شبه جزيرة سيناء. البازلت exist in Egypt in أبو زعبل، موجود في مصر في حتة اسمها أبو زعبل near أبو رواش and الفيوم، قريبة من أبو رواش والفيوم. طب الكاركترستيكس، الخصائص بتاعت كل نوع، قال لي الجرانيت heavy، ثقيل، رف، خشن، solid، صلب، cohesive، متماسك، hard breakable، صعب الكسر. اما البازلت فكونتين سمول هولز، في فتحات صغيره، ديو تو ذا اكسترودينج اوف جازز، بسبب تصاعد الغازات فروم فولكانيك فلو، من الفولكانيك فلو السريان البركاني دوت، ديورينج ذير كولينج، اثناء تبريده. اتفقنا؟ طيب المين مينرالز، المعادن الاساسيه اللي موجوده في كل نوع، الجرانيت في كوارتز، فيلدسبور، لايت مايكا، دارك مايكا، دي انواع من المعادن موجوده في الصخور بتاعه الجرانيت. اما البازلت فهتلاقي فيها ثلاث انواع، الاوليفين والبايروكسين والفيلدسبور. تعالوا نبص على اشكالهم عشان تعرفوهم. الجرانيت في كوارتز وفيلدسبور ومايكا، لايت ودارك. ادي الجرانيت، وادي شكل الكوارتز، وادي الفيلدسبور، وادي الدارك مايكا، وادي اللايت مايكا. اما البازلت فبيكون لونه دارك وبيتكون من 3 مينرالز او 3 مين مينرالز، ثلاث معادن اساسيين، الاوليفين والبايروكسين والفيلدسبور. اتفقنا يا شباب؟ عرفنا اول نوع من انواع الصخور اللي هو الايجنياس روكس بالنوعين بتوعه اللي هما البلوتونيك والفولكانيك، مهم جدا ان احنا نحفظهم يا شباب. طيب تعال نبص بقى على الجيفريز، بيقول لي البلوتونيك روكس هاف كورس تكتشر، ليه البلوتونيك سطحها ملمسه خشن؟ هقول له due to large size of crystals، لاني حجم الكريستالات بتاعتها كبير. ليه الفولكانيك روكس have smooth texture، ملمسها ناعم لاني الكريستالز بتاعتها حجمها صغير. الفولكانيك روكس فيها small circular holes، فتحات دائرية صغيرة. هقول له due to the extruding of gases، بسبب الغازات اللي بيتم طردها من الفولكانيك فلو، during their cooling، اثناء تبريدها، and formation of rocks، وتكوين الصخور اللي من النوع ده. تمام يا شباب، اتمنى يكون الجزء اللي فات دوت اتفهم وسهل. معلش هو في شويه حفظ كتير، بس احنا مضطرين نحفظ المعلومات ديت عشان هتتسال فيها في الامتحان. لحد هنا يا شباب اكون حلقتنا خلصت، هستناكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان هتستناكم تنضموا للجروب بتاعنا، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك للحلقه لو عجبتك، وتسيب لنا كومنت باجاباتك وتعليقاتك ورأيك في الحلقة، وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقة لكل أصحابك وقريبك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت. وشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.